أعزائي مشاهدينا قناة الأهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم ويوم جديد والفقرة الإخبارية لقناة النادي الأهلي لليوم العاشر في شهر رمضان المبارك. كل سنة وأنتم طيبين. أحب أهني طبعا كل المصريين وقواتنا المسلحة المصرية بذكرى العاشر من رمضان. كل سنة وأنتم طيبين. طبعا ذكرى مهمة جدا إن احنا نتذكرها، يوم نصر كبير كان للمصريين وقواتنا المسلحة. خلينا طبعا واحنا بنبتدي فقرتنا الإخبارية لازم طبعا الحدث الحالي للكرة العالمية هو دوري أبطال أوروبا وفوز ريال مدريد باللقب الـ13 في تاريخه بهذه البطولة. طبعا احنا تابعنا المباراة بشكل كبير وبشغف كبير، خصوصا ان في الطرف الثاني لريال مدريد كان فريق ليفربول اللي كان يعني طبعا وجود نجم كبير زي محمد صلاح نجمنا المصري في هذا الفريق خلى طبعا واهتمام المصريين بهذه المباراة كبير جدا جدا. ولكن طبعا 30 دقيقة كنا سعداء بمستوى محمد صلاح، 30 دقيقة كنا عندنا أمل إن شاء الله أن ليفربول يحصل على البطولة في ظل وجود صلاح وفي ظل تفوقه. صراحة 30 دقيقة اللي اشتغلها صلاح في هذه المباراة كانوا جيدين جدا، هو أحسن لاعب كان في المباراة. هنبص على الجانب الآخر، حتى كان كريستيانو رونالدو كان بعيد تماما عن مستواه في هذا اللقاء، وخصوصا في 30 دقيقة اللي كان فيها صلاح يعني. ولكن طبعا في دقيقة 29 محمد صلاح بعد تدخل راموس بقوة ويمكن تعمده بشكل كبير، محمد صلاح بيصاب في كتفه وبيخرج مصاب من هذا اللقاء وسط حزن وزي ما بيقول فاجعة لكل محبي ليفربول سواء بقى المصريين أو الإنجليز أو كل محبي ليفربول على مستوى العالم اللي بيحطين أمل كبير كان على صلاح في هذا اللقاء. وشفنا قد إيه من خلال تعبيرات الجمهور وأثناء خروج صلاح وأثناء دكتور الفريق الخاص بفريق ليفربول وهو خارج بصلاح، يعني كان شيء محزن جدا، شيء محزن لينا كمان. ويمكن تحول المباراة لصالح ريال مدريد كان من دقيقة 30 لفريق ريال مدريد. يعني شفنا ليفربول كان هو اللي في البداية كان بيحاول، كان بيروح، كان صلاح ما شاء الله ماشي بشكل كويس، كان شكل ليفربول مختلف، كان بيضغط على فريق ريال بشكل كبير، ضيعوا فرص، ده اللي احنا شفناه في الدقيقة في 30 دقيقة اللي احنا شفناهم. ولكن تحول اللقاء لريال مدريد بعد خروج صلاح شفنا قد ايه الوضع اختلف تماما. طبعا زي ما بقول لكم النتيجة كانت يمكن محزنة لمحبي ليفربول ومحبي محمد صلاح بشكل كبير. احنا عارفين طبعا ان احنا في مصر هنا هتلاقي مجموعة بتشجع ريال مدريد، مجموعة بتشجع برشلونة، ولكن في اليوم ده بالذات حتى محبي ريال مدريد كانوا بيحاولوا ان هم او مش بيحاولوا طبعا بيشجعوا محمد صلاح. بقول محبي ريال مدريد اللي المصريين بشكل كبير كانوا النهارده بيحاولوا يشجعوا ليفربول وبيشجعوا محمد صلاح. ولكن مع خروج محمد صلاح اعتقد ان بشكل كبير يعني مشجعي المصريين اللي بيشجعوا محمد صلاح خلاص تحولوا الى ريال مدريد. خلينا نروح لدكتور طارق سليمان ونطمن على نجمنا محمد صلاح. دكتور طارق مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن محمد، ازي صحتك؟ ازيك حبيبي؟ تحياتي ليك. ويمكن اكيد واحنا بنتابع مباراه كبيره ونهائي دوري ابطال اوروبا، يعني شيء محزن ان احنا نشوف نجمنا الكبير محمد صلاح واللي يعني نجم منتخبنا الوطني اللي احنا بنعتمد عليه بشكل كبير برضه مع زملائه في المنتخب بيخرج مصاب. نطمن بقى من خلال حضرتك على محمد صلاح. والله طبعا زعل ده، وانت شايف ان الاصابه متعمده جدا من راموس، لكن يعني انا بحب اطمن الناس ان يعني من خلال رؤيتي للمشهد وهو بيقع واللي حصل بعد كده، اولا ده بعيد عن خلع الكتف خالص يعني، فده طبعا يعني حاجه مطمئنه الى حد ما، لكن هو المشكله ممكن تكون في عظمه الترقوه او المفصل اللي بين الترقوه وعظمه اللوح عندنا بنسميه الاي سي جوينت او الاكروميو كلافيكرال جوينت، والمفصل ده بيبقى فيه اربطه، فممكن وهو وقع على جنبه الشمال زي ما احنا شفنا والحمل كله جه على جنبه ممكن يكون حصل نوع من انواع المزق الخفيف في الاربطه بتاع المفصل ده، او يكون كدمه شديده في عظمه الترقوه، او ممكن لا قدر الله يبقى شرخ خفيف. وفي كل الحالات دي انا اعتقد الموضوع بسيط يعني، طالما بتاخد قد ايه يا دكتور مثلا الحالات اللي حضرتك بتتكلم عليها مده قد ايه؟ انا في رايي مش هتاخد يعني لو في اقصى ما تخرجش عن اسبوعين
القدم عن الركبة عن الانكل يعني يقدر الراجل يحافظ الحالة البدنية نفسها يحافظ عليها من خلال الجري من خلال يجري يعمل تمارين. المهم ان هو ما يبقاش فيه لو الموضوع زي ما قلنا تمزق في الاربطه وده اكتر حاجه يعني ممكن تكون موجوده فيها ان هو ما يبقاش فيه احتكاك واسبوعين ثلاثه الامور بتبقى كويسه وبينزل يلعب يعني. طب اسوء الاحتمالات في الاصابات اللي زي كده يا دكتور يعني دكتور طارق اسوء الاحتمالات في اصابات الكتف بتكون ايه يعني هل بيكون الخلع بتقعد قد ايه بقى يا دكتور دي؟ الخلع الكتف انت عارف المنطقه دي اصلها فيها مفصلين يا كابتن محمد تمام. المفصل الكتف اللي هو اللي بيبقى بين عظمة العضد وبين العظمة بتاعت اللوح نفسها اللي الكورة اللي بتخش في المفصل ده أصعب حاجة ممكن تصادف لعيب الكورة إن المفصل بتاعه يتخلع أو إن يحصل كتف في لا قدر الله في عظمة العضد أو لكن شرخ خفيف في التركوة كدمة أو تمزق في الأربطة زي ما قلت لحضرتك في المفصل دوت اللي هو بين الترقوة وبين المنطقة العظمة اللوح اللي احنا بنسميه الاي سي جوين. أنا من خلال ما بصيتي على محمد صلاح وشايفه هو بيحط إيده على كتفه أعتقد إن هو ده المكان اللي فيه المشكلة. هو حتى راموس يا دكتور هو أمامنا على شاشة الصورة دلوقتي الموضوع مش صعب يعني. يا رب طبعا احنا نتمنى الأمور تبقى بسيطة ولكن واضح جدا أمامنا على الشاشة واللي شاف طبعا المنظر يا دكتور محمد صلاح طبعا في ناس بتقول لك راموس يعني إن هو لما شد صلاح من إيده الخلع حصل في الحتة دي لكن خلع حصل في الحتة التانية اللي هو الكتف التاني لأن هو وقع عليه بشكل واضح جدا بالظبط الله ينور عليك هو ما حصلش الشده دي عمرها ما تعمل خلع زي هو محمد صلاح يعني قوي و ما شاء الله كويس فهو المشكله كلها ولما خده وقع بيه نزل بيه بجسمه وكان بقى صلاح كتفه الشمال هو اللي تحت هو اللي خبط في الارض فده هو ده يعني اللي اعتقد ان هو بياكد يعني بالاحتمال الكبير للتشخيص ان هو يا كدمه في المفصل اللي انا قلت لك عليه ويا اما شرخ خفيف في عظمه الترقوه يا اما تمزق في الاربطه بتاعت المفصل ده مش مفصل الكتف خلي بالك يعني الحته دي فيها مفصلين اللي هو الشولدر جوينت والاكروميوكولافيكولا طيب معلش يا دكتور انا هتعبك شويه معايا يعني في الحاله دي بقى صلاح يعني هل بيبقى عمليه تكبيس ولا عمليه ايه اللي بيحصل لا 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 في الوقت لا. ده؟ انا اعتقد في الحاله دي بيبقى دلوقتي في مثبتات يعني يثبت المنطقه دي مثبتات بتتلبس كده وممكن يمارس الجري بتاعه الفيتنس بتاعه يعمل جري يعمل سايكلينج يعمل حاجات كتير قوي يعمل تقويه لعضلات رجليه من تحت وعضلات بطنه فالموضوع بعيد وده اللي احنا بنقول عليه الراحه الايجابيه خلي بالك ما يقللش الفيتنس بتاع اللعيب وفي نفس الوقت بحيث ان هو لما الالم بتاع المشكله دي ينتهي يقدر يخش المباريات عادي. تمام. يا رب يا دكتور تبقى اصابه خفيفه ونجمنا الكبير محمد صلاح يرجع بالسلامه طبعا ان شاء الله. بس هو يعني الاشعه طبعا هتوضح اكتر بس ده انا بقول لحضرتك ده تشخيصي المبدئي من خلال الوقعه الرؤيه نفسها في التلفزيون. وطريقه الوقعه فالموضوع يعني ان شاء الله ما فيهوش خطوره كبيره باذن الله ان شاء الله. اشكرك يا دكتور طارق طبعا دكتور طارق يعني كان طبيب منتخبنا السابق ويعني اكيد بالرؤيه واحنا بنبص يعني انا كلاعب حتى وانا بص كده دي اصابه في الكتف اصابه لالا تكون خلع لالا تكون زي ما بنقول كده تمزق في اربطه او حتى زي ما بنقول كده كدمه ممكن تبقى في كتفه لكن طبعا ان شاء الله تبقى اقل الاصابات اللي موجوده في هذا المكان لان وجود محمد صلاح مع منتخبنا يعني خلاص محمد صلاح بالنسبه له الموسم بالنسبه للدوري الانجليزي بقى وبطوله اوروبا خلاص انتهى بالنسبه له وبيستعد لوجوده في منتخبنا الوطني ان شاء الله في المعسكر القادم ان شاء الله يبقى ان شاء الله لو فعلا زي ما بيقول الدكتور كده اصابه ان شاء الله تبقى خفيفه يقدر يجري يقدر يتعامل بشكل عادي او اللي هو الراحه الايجابيه زي ما بيقول الدكتور طارق يكون موجود ان شاء الله مع فريقنا في اولى المباريات اعتماد كبير طبعا على محمد صلاح من خلال طبعا مسيرته كوبر واعتماد حتى لعيبه صلاح ايقونه وسطهم بيديهم حماس كبير بيديهم طاقه ايجابيه داخل الملعب شفناه من خلال حتى هنا واحنا بنلعب الكونغو في اخر مباراه للتصفيات محمد صلاح ووجوده كان في المباراه عامل ازاي وان هو حسه مع اللاعبين ان هم بيحسهم على الفوز بحسهم على الطاقة الإيجابية ده اللي احنا شفناه من خلال وجود محمد صلاح داخل الملعب غير ان هو طبعا لاعب مميز جدا بيعتمد عليه مستر هكتور كوبر في الشكل الفني والشكل الخططي في الملعب.
لكن دموع محمد صلاح هي ما أثرت فينا. احنا شفنا طبعا دموع كارباخال بعديه بخمس دقايق إصابة في العضلة الخلفية، ولكن دموع محمد صلاح هي اللي يعني بتهمنا بشكل كبير. لاعب مصري والأول مرة أول لاعب مصري يوصل لنهائي دوري الأبطال أبطال أوروبا ويكون متواجد في هذا الحدث الكبير، وكنا نتمنى طبعا حصول الفريق ليفربول على هذه البطولة ويكون محمد صلاح واحد من الذين شاركوا، بغض النظر بقى هو اتصاب وطلع، ولكن محمد صلاح كان ليه دور كبير جدا لوصول ليفربول للدور النهائي. كنا نتمنى طبعا الحصول على هذه البطولة، لكن طبعا قدر الله وما شاء فعل محمد صلاح، ان شاء الله يرجع لنا بالسلامة. خلينا نروح سريعا لدكتور عادل كريم، واحد من المحللين المميزين في الكرة العالمية، ونطمن برضه عليه من خلال وجوده معانا على محمد صلاح، رؤيته ليه هذه المباراة. أهلا بحضرتك محمد، أهلا بحضرتك، تحياتي ليك، وأكيد تابعت المباراة وشفتها بمنظور تاني خالص. أنا عارف إن أنت من أحد مشجعي ليفربول الكبار، وأكيد لازم أقول لك هارد لك لهذه المباراة. الحمد لله، يعني قدر الله وشاء فعل، الحمد لله. وزي ما حضرتك قلت، يعني الماتش اتقسم جزئين كده، يعني الجزء الأول في الماتش كان سيطرة كاملة جدا من يعني أو سيطرة أكبر لليفربول في الشوط الأولاني. لكن اصابه محمد صلاح عملت لخبطه قويه جدا في الفرقه، كان لغايه نهايه الشوط الاول، بعدين مع بدايه الشوط الثاني طبعا الخطا الفادح اللي عمله لوريس كاريس في الهدف الاول حاجه غير، يعني خطا غير مبرر على الاطلاق، يعني انت بتحدف الكره بتخبطها في اللعيبه عشان تخش الجون، يعني حاجه يعني ما تحصلش من حدث في فريق مدارس مش في نهائي دوري ابطال اوروبا. صحيح. وبعدها ليفربول رجع للمباراه وقدر يتعادل بهدف ساديو ماني، لكن كان واضح طبعا ان ريال مدريد هو اللي له الافضليه في الملعب. كره صلاح غير الدور المهم جدا اللي بيلعبه صلاح، لكن هي خطه يورجن كلوب عموما بتعتمد على محمد صلاح، ان هو اللي بيفتح المساحات لماني وفيرمينو. كان واضح على وشه يا دكتور كمان، وفي اصابه صلاح واضح مش على وشه فقط، على وش الجماهير والموجوده داخل الفريق ولاعيبه كمان داخل الملعب، ان صلاح هياثر بشكل كبير. ما انا بقول لحضرتك، لان انت الحل اللي عندك في الملعب هو معتمد على وجود محمد صلاح، فخروج محمد صلاح مصاب، يعني كل اللي انت بتتمرن عليه بقى بقالك اسبوع او بقالك اسبوعين بتستني المباراه وبتستني كل الكلام ده، كل اللي انت منتظره باظ. فطبعا اكيد كل ده كان عامل لخبطه جامده جدا. اذا ما انت حضرتك بمجرد ما انت مثلا ابتديت ترجع تاني للمباراه وابتديت تشوف الدنيا هتمشي ازاي، حصلت الهدف الغريب الهدف الاولاني، حتى بعد ما التعادل كان ريال مدريد هو اللي ركب المباراه، هدف استثنائي يعني من جاريث بيل، هدف رائع جدا طبعا، واكيد كان طبعا في توفيق كبير جدا ان الكره تيجي بالمنظر ده، اول كره لجاريث بيل بعد نزوله. كان في الدقيقة 62، يعني هو جاب جول في الدقيقة 65 تقريبا، يعني بالظبط. ولكن كان زي ما انت حكيت كان واضح يمكن من بداية الشوط الثاني ان ريال مدريد هو اللي عنده الأفضلية. حتى بعد كده يمكن لما ليفربول ابتدى يمسك كرة تاني شوية، ويعني ما كانش في فرص قوية، لكن ابتدى يمسك اللعب شوية، لكن جاي برضه خطأ فادح تاني من لوريس كاريوس. أعتقد الفوز مستحق لريال مدريد، لكن يمكن اللي قلب المباراة كلها خطأ سيرجيو راموس. أنا شخصيا شايف إنه خطأ متعمد جد، إن هو يعني إصابة صلاح يا دكتور بتتكلم عليها، الإصابة بتاعت صلاح. لان هو انت لو يعني عملت فاول او حاجه، وحتى الحاجه ما حسبهاش فاول، خلاص انما فكره اللعيب هو بيقع، انت برضه مصر ان انت ماسك في كتفه وتنزل بيه على الارض، دي اعتقد يعني سلوك غير رياضي تماما من سيرجيو راموس. ويعني للاسف لما يجي من لعيب كبير وكابتن منتخب اسبانيا وكابتن ريال مدريد بالشكل ده، دي حاجه مؤسفه يعني طبعا. طب انا عايز اسالك سؤال يا دكتور، يعني على الجانب الاخر كارفاخال طلع من المباراه برضه مصاب، هل تاثير خروج كارفاخال على فريق ريال مدريد بنفس تاثير صلاح على فريق ليفربول؟ لا طبعا، لان كارباخال اساسا بقى له فتره طويله مصاب، ما كانش يعني هو ما لعبش يمكن اخر ست سبع اسابيع في الدوري الاسباني غير اخر مباراه بس. كان بيجهز للمباراه دي، كان ماتش ولعب المكان ده، وكان حتى لوكاس فاسكيز لعب في المكان ده في ماتش الكلاسيكو قدام برشلونه. فلا يعني لان يعني ريال مدريد اوريدي لعب فتره طويله جدا من غير كارباخال، زائد ان كارباخال في الاخر برضه طاهر ايمن، يعني ما هوش المؤثر في خطه ريال مدريد، يعني لو الاصابه دي مثلا حصلت مثلا لوكا مودريتش او لتوني كروس كنت هتحقق يعني تعمل تاثير. انما مش الغير الايمن مش مؤثر قوي في خطه الفريق. لكن انا عايز اقول حاجه يا دكتور، يعني بتشوف ضعف مستوى حارس مرمى فريق ليفربول بتفسره ازاي؟ يعني برضه شيء غريب ان فريق كبير بيوصل للدور النهائي بيبقى عنده يعني مستوى فريق او مستوى حارس مرمى الماني، وعلى فكره يعني خرج من القائمه الاولى للمنتخب الالماني، مش موجود، لكن يعني مع فريق كبير زي ليفربول بيوصل للنهائي ويبقى ده المستوى، اعتقد ان ده شيء محزن. يعني
لازم فريق ليفربول يدور على حارس مرمى مميز الصراحه. يعني هو ليفربول بقاله فتره بيدور على حارس مرمى، وفي كلام كبير ان دوناروما حارس ميلان قد يكون في ليفربول جايه. هو الغريب ان زي ما كنت بقول ان كاريوس هو اكتر لاعب، اكتر حارس مرمى عامل كتير في دوري ابطال اوروبا السنه دي، يعني اكتر حارس مرمى محترم في ماتشات دوري ابطال اوروبا، وعامل موسم يعني هو مش سيء، يعني هو بيغلط غلطات بس طبعا مش بالفضيحه دي. اعتقد ان ده يمكن سوء تاهيل نفسي لكاريوس، لان غلطتين تسجيل جدا 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 يعني في ماتش زي ده. وغريبا هتيجي برضه من حارس الماني، لان الحراس الالماني دايما بيبقى عندهم قوه شخصيه وقوه تاهيل. صحيح. انا مستغرب جدا يعني ان ده حصل. ويوم زي ده التركيز بيبقى عالي قوي كمان يعني. بالظبط. يعني وطموح كبير جدا عند الناس، وعايزين حاجه كمان الجمهور في الملعب، يمكن جمهور ليفربول قد ريال مدريد مرتين. فممكن يبقى ضغط نفسي بقى عليه، مش عارف، بس يعني هو اللي حصل. طيب تاثير العدم او اخفاق في حصول على البطوله يا دكتور بالنسبه لجماهير ليفربول شايفه ازاي بقى؟ لا ما اعتقدش هيبقى كبير قوي، لان لو بصينا يعني قبل بدايه الموسم ما حدش كان متوقع ان ليفربول اصلا يعدي، يعني كان كل الطموح انه يعدي دوري المجموعات، يعني فكره انه يوصل النهائي. بس الطموح زاد بقى يا دكتور، ما دي النقطه. طبعا انا واحد حاجه انك فكره انك تخرج برده مانشستر سيتي وتخرج روما وباداء الرائع اللي اتعمل في الماتشات دي، كان طبعا لما توصل النهائي، يعني حتى هو يورجن كلوب نفسه كان له قال كلمه، النهائيات ما لهاش علاقه باللعب، لها علاقه بالفوز، المهم تلعب ازاي وتكسب. فاكيد طبعا هيبقى في احباط هيبقى كبير، لكن هو ليفربول اوريدي بدا تدعيم الفريق، هو ضم نبي كيتا، في كلام كبير ان هو ضم نبيل فقير كمان لاعب منتخب فرنسا لعيب كويس جدا، في كلام زي ما تحكي ان هو على ان ضم جان لويجي دوناروما الحارس بتاع ميلان. اعتقد الفريق هيدعم بشكل اكبر، لان الطموح الاكبر عند جمهور ليفربول كمان ان هو ينافس على لقب الدوري الموسم الجاي، الدوري اللي غايب عن ليفربول من سنه 90. هم شايفين دلوقتي ان عندهم امكانيات، هيبقى عندهم برضه طموح كبير جدا في الحفاظ على نجوم الفريق واولهم طبعا محمد صلاح. يا رب بس احنا يهمنا ان احنا نطمن على صلاح بقى دكتور، يرجع لنا بالسلامه دي، خلاص اللقب خلاص راح. للاسف التقارير اللي جايه من الاعلام البريطاني كلها مش مباشره، والله اعتقد يعني بي بي سي طب قالوا يا دكتور انت تابعت بعد اللقاء بالنسبه لاصابه صلاح بالنسبه للصحف البريطانيه؟ بي بي سي بتقول من 7 لـ 8 اسابيع، وما اعتقدش، لان هو الموضوع هيبقى في الكتف، لكن النادي اعلن ان هو مبدئيا التشخيص هو شد في مفصل الكتف، او يعني خلع ممكن يكون لسه هيتقيم في مفصل الكتف، ان هو هيعمل اشعه النهارده ان شاء الله باذن الله، الاشعه هي اللي تبين. اتمنى لو هو خلع في الكتف ان شاء الله من 2 لـ 3 اسابيع باذن الله، يعني حتى لو غاب عن ماتش اوروجواي مش مشكله، يلحق الماتشين اللي بعد كده باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور، يعني هارد لك النهارده بالنسبه لكل محبي ليفربول ومحبي محمد صلاح طبعا، لان انا واثق ان في كان جمهور ريال مدريد مصريين بيشجعوا ليفربول النهارده ومحمد صلاح، عشان محمد صلاح كلاعب مصري، لكن تحوله طبعا لفريق ريال مدريد بمجرد خروج محمد صلاح. حرد لك يا دكتور، ان شاء الله السنه الجايه نشوف بقى محمد صلاح كده شايل كاس اوروبا ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله. اشكرك دكتور عادل كرام، كل سنه وانت طيب يا دكتور، وبشكرك شكرا جزيلا. انا عايز اقول لكم بفوز ريال مدريد بيصل للقب 13 في هذه البطوله دوري ابطال اوروبا، 56 و57 و58 و59 و1966 و2000 و2002 و2000 و2002 و2014 و2016 و2017 و2018. ده بالنسبه لفريق ريال مدريد اكثر الانديه الاوروبيه حصولا على هذا اللقب، 13 لقب، بيليه طبعا فريق ريال مدريد بسبعه القاب، طبعا فريق ميلان للاسف ميلان الايطالي بسبعه القاب. طبعا كنا نتمنى النهارده يبقى يوم مختلف بالنسبه للمصريين، ويبقى اول لاعب مصري يحصل على بطوله دوري ابطال اوروبا يكون محمد صلاح، ولكن طبعا قدر الله ما شاء الفعل، ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه. دموعه غالي علينا جدا، اكيد دموعه اولا ان هو اتصاب قبل بطوله كاس العالم، وخوفه ان هو ما يبقاش موجود مع المنتخب، ثانيا طبعا وجوده في مباراه كبيره زي النهارده وان هو يبقى سبب من الاسباب بفوز فريقه، ده برضه بيخلي الى حد ما الدموع بتبقى موجوده في مع اللعيب، لانه عايز يكمل المباراه، عايز يبقى موجود، لان جزء كبير من جماهير ليفربول او الجماهير كلها، جماهير ليفربول ومدربه واللعيبه اللي موجوده معاه، بتبقى املها على اللاعب في الملعب، وده بيحسوا اللاعب، بيحسوا كلاعب كبير زي محمد صلاح، لاعب ليه اهميته داخل الملعب، فبالتالي بتاثر بشكل كبير، وبتبقى حته الدموع موجوده عنده. موسم كبير بيعمله محمد صلاح، موسم خرافي بالنسبه لاي لاعب موجود في الدوري الانجليزي، وحصوله على الدوري الانجليزي، هداف الدوري الانجليزي، يعني القاب كتير حصل عليها محمد صلاح من خلال تواجده هذا الموسم مع ليفربول، ولكن الف سلامه على صلاح، يرجع لنا ان شاء الله ان شاء الله.
لكن وصول منتخبنا الوطني لإيطاليا مدينة ميلانو إن شاء الله يعني يبتدي منتخبنا الوطني يبقى بيستعد طبعا للمباراتين القادمتين. حالة طبعا انزعاج موجودة بسبب إصابة صلاح، طبعا الدكتور محمد أبو العلا بيطمن على إصابة صلاح من خلال دكتور الفريق الإنجليزي أو فريق ليفربول الإنجليزي، وأكيد يعني هيبقى في اتصال مع صلاح بعد قليل، اكيد ده وضع طبيعي ما بين دكتور الفريق او دكتور محمد ابو العيلة دكتور منتخبنا الوطني، وفي نفس الوقت مستر هيكتور كوبر وباشمهندس ايهاب لهيطه كل الجهاز الفني بالكامل، اكيد هيبقى في اتصال مع صلاح وعشان يطمنوا عليه. لكن انا اللي مطمني اكتر ان محمد حاول ينزل، يعني حاول ينزل ويجري في الملعب على امل ان هو يبقى متواجد، لكن طبعا الكتف بتبقى اصابه صعبه شويه لان حركه الجري اكيد بتسمع بشكل كبير في الكتف، لكن طبعا هو يعني اكيد بيحب يحافظوا على اللاعب، وانت كمان كلاعب كان بيحافظ يعني كبير زي محمد صلاح بيحافظ على نفسه فخرج. لكن عامه دكتور محمد ابو العيلة بيطمن من خلال اتصال هاتفي مع دكتور فريق ليفربول، واكيد نتمنى كل التوفيق لصلاح وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني. انا عايز اكلمكم على يمكن واحنا بنتكلم بقى على منتخبنا الوطني، امبارح كانت في مباراه الكويت، تجربه مهمه تجربه مفيده لمنتخبنا الوطني، تعادلنا 1-1 في هذا اللقاء. طبعا فريق الكويت زي ما بنقول انت بتلعب الفرق او المباريات الوديه بالنسبه لك شبه الفرق اللي هتلعبها في كاس العالم، اقرب الفرق فيها ليها للمنتخب السعودي اللي معاك في المجموعه هو المنتخب الكويتي، واللي بقى لنا فتره احنا يعني لحد ما بعاد عن الشكل الخليجي شويه، يعني بقى لنا فتره فريق الكويت بعيد كمان عن الشكل اللي احنا ما بنشوفوش بشكل كبير. ولكن امبارح كانت مباراه قويه، تعادل منتخبنا الوطني 1-1. خلينا ناخد راي طبعا واحد من كباتن مصر ومدربينا المميزين جدا كابتن عادل عبد الرحمن ومحللنا هنا في قناه الاهلي في هذا اللقاء، والشكل الفني ان شاء الله لمنتخبنا الوطني والتجارب القادمه ان شاء الله قبل السفر لروسيا. كابتن عادل مساء الخير عليك كابتن. مساء الخير يا كابتن رؤى ووحشنا والله. تحياتي ليك يا كابتن، وانت طيب يا كابتن رمضان كريم بقى، احنا ما تقابلناش من قبل يعني اخر استوديو كان موجود مع بعض ما تقابلناش في رمضان. ان شاء الله نتقابل ونتقابل ان شاء الله طبعا. ان شاء الله كابتن، يعني اكيد هبتدي بدوري ابطال اوروبا كابتن، لانه ما ينفعش ان انا اتكلم على منتخبنا الوطني واحنا عندنا حدث مهم هو دوري ابطال اوروبا وفوز ريال مدريد بهذه البطوله للمره ال13. راي حضرتك في المباراه كابتن؟ انا كنت متوقع فوز الريال لان الريال خبراته اعلى كتير قوي من ريفر، ده واحد. اثنين الظروف الصعبه، يمكن ريفر بول كان افضل في اول ربع ساعه او اول 20 دقيقه بوجود محمد صلاح، الظرف اللي خلى محمد صلاح يتعور ويلعب من غيره فلوك ويلعب من غيره ريفر بول، افتكر ان خبرات ريال مدريد والحارس ريفر بول ادى انه ريال مدريد يكسب المباراه، والتغيير الجيد اللي عمله مع كارث بير زيدان افتكر ان هو عمل قلب المباراه، والريال يمكن خبرته اعلى من ليفربول في التتويج وفي ابطال اوروبا. ما ده حقيقه كابتن، هي الخبرات فرقت بشكل كبير، ولكن كابتن انت قلت حاجه واحنا شفناها من خلال الاداء ان خروج صلاح اثر بشكل كبير على عكس خروج كارباخال برضو بالاصابه، يعني واضح الفرق اللي بيعامله كل لاعب في فريقه. تقدر يا كابتن محمد تعوض المدافع اللي هو يقدر ينزل لاعب ممكن يكون عنده حته دفاعيه كويسه، اما الحته الهجوميه ما بتبقاش كويسه، لكن يقدر يلعب ويقدر يسد مكان. لكن طبعا محمد صلاح افضل لاعب في ليفربول ومن افضل لاعيب العالم في الوقت الحالي، فاعتماد كمان فرقه ليفربول على السرعات في الحته الاماميه مع مانو ومع محمد صلاح خلت ان هو لما محمد صلاح يخطف يتاثر كتير قوي ليفربول، واللي نزل مكان محمد صلاح افتكر ان هم نزع الهجوميه صلاح ولا هجوميه صلاح في الوقت الحالي. صلاح خلي بالك ممكن يكون لو حتى ما اداش كويس ولكن وجوده جوه الملعب يخلي في توازن تكتيكي جوه الملعب، خوف ريال مدريد منه ما بيخليش اللعيبه تزيد كتير، مارسيلو ما كانش بيزيد كتير بوجود صلاح في نص الملعب خلاص ما كانش بيكمل وراهم ولا مدريتش عشان حته سرعات محمد صلاح، فعشان كده لما محمد صلاح خرج ليفربول فقد 50% من قوته. صحيح، انا معاك كابتن في الحته دي، فقد مش 50 كمان اكتر من كده كابتن، لان واضح جدا الفرق المستوى
بالنسبه لفريق ليفربول بعد خروج صلاح، وخصوصا في الشوط الثاني والتغييرات اللي حصلت يا كابتن. يعني جاريث بيل مجرد ما نزل هدفين بالنسبه له في دقيقه 64 و83، غير طبعا ان الاخطاء الفادحه بالنسبه لحارس مرمى فريق ليفربول يعني هي اللي ادت فريق ريال مدريد الاسبقيه في الفوز بهذه البطوله. خلي بالك يا كابتن محمد في نقطه مهمه، كارث بيل بقاله 4 مباريات من افضل لعيبه الريال. انا استغربت ان هو ما بداش بيه زين الدين زيدان، ولكن احتمال يكون زين الدين زيدان كان شايله للوقت المناسب، اللي هو لما الفرقه في تعرف احنا في اخر الموسم كل لاعب في الفرقتين اقل واحد لعب 60 مباراه، ففي اجهاد كتير قوي وسفر كتير، فكان يبقى في اجهاد، فكان ممكن زين الدين زيدان يكون مراهن على انه مش مراهن ان هو ينزل يجيب له جونين وكده، لكن يقدر يعمل له نقله هجوميه اخرى. حتى التغييره اللي غيرها انت عارف اسكو كان صحيح، اسكو كان نازل يزود نص الملعب علشان كان خايفين من حته انطلاقات صلاح وحته اللعب السروهات البينيه لمحمد صلاح والمال، لكن لما خرج صلاح ارتاحوا، حتى التغييره بقت مع اسكو انا شايفها افضل، غير طريقه لعبه من 4-4-2 غيرها زيدان الى 4-3-3 عشان يعمل سرعات في الوقت اللي ليفربول فيه كان يستحوذ على الكره في وسط الملعب، ولكن ما عندوش الاختناقات بتاعه صلاح. صحيح، كانت الموضوع كله كان بيبقى عباره عن تنظيم لعب وكروس عشوائي ناحيه اليمين، هو ما فيش الا سادو مانو اللي كان بيجري بيحاول، صحيح بيحاول ينزل ياخد، لكن عاملين سبورت كويس. طيب والكلام ده يديك مؤشر كبير قوي، يعني ان انت خلي بالك كل الفرقه هتلعب على محمد صلاح كده، كل اللعيبه هتلعب على محمد صلاح كده، علشان كده احيانا كتير قوي انا معلش هاخدك في حته ثانيه، المنتخب قصدك على المنتخب بقى كابتن؟ ايوه، اللي احنا كنا خايفين منه متخوفين منه طول الوقت، انك انت لازم تعمل بدايل مش لصلاح، بدايل لطرق اللعب بتاعت صلاح. انت لما بتعمل جبهه يمين وجبهه شمال، انت شفت امبارح في ماتش الكويت كل كره طارق حامد يعملها ناحيه يمين طويله، هكذا اتمرن عليها كوبر، هكذا كوبر شغال عليها واشتغل على الحته الطويله لمحمد صلاح. لا قدر الله محمد صلاح مش قادر يلعب، فانت بتعمل طريقه تكتيكيه واحده، وده اللي كنا بنناشد كوبر فيه ونقول يا كوبر لازم تغير، يا كوبر لازم تعمل طرق اخرى، يا كوبر لازم تعمل طريقه لعب ثانيه، تحسبا دي كرة قدم، تحسبا ان محمد صلاح بيلعب في مباريات قوية، بيلعب في الدوري الانجليزي، بيلعب في بطولة اوروبا، في قوة، في وارد انه يتصاب، وارد انه يحصل حاجة، وارد انه يتعور. طب كابتن عادل خليني يعني وانا معاك، تقييمك لمباراة الامس وتجربة الكويت، هل يعني في قلق من خلال التعادل ولا ده وضع يعني مستر كوبر قال لك انا يهمني الفنيات افضل من النتيجة، ان انا بطمن على الشكل التكتيكي بالنسبة لي؟ هو ولا اطمن على شكل تكتيكي يا كابتن ولا اطمن على حاجه، هو بيلعب بافراد احتماليه لعبها تكون قليله جدا، يعني انت بتعمل تجربه علشان اللاعبين اللي ممكن يلعبوا. كريم حافظ هل هيبقى اللي هو رقم 3 في الباك ليفت بعد محمد عبد الشافع بعد ايمن اشرف؟ كريم حافظ هو اللي هيلعب مباراه الاوروغواي، يبقى فين انك انت بتطمن على الناحيه التكتيكيه؟ ده الثالث، ده رقم 1. رقم 2، انت في اكتر من لاعب، كوكا انت بعته فتره طويله قوي، وبعدين كوكا يعتبر الثالث برضه في حته الراس حرب، فين انت بتطمن عليه؟ ورده بعيد مش من الناس الاساسيين، فالكلام لازم يعقل، يعني هو لسه كبر بيقول اللي هو عايزه. دايما انا دايما بقول انك المدرب هو اللي له حريه ان يعمل طريقه لعب، ولكن مستر كوبر مسؤول بحاجه مهمه جدا، مشغول انه طول الوقت حتى اتشغل بيها في ماتش اليونان، ان هو يثبت للناس ان اللعيبه اللي كانت بتلعب واللعيبه اللي عايز تلعبها هي الافضل، يا عم اعمل اللي انت عايزه. انت في اخر 3 مباريات 4 مباريات لازم اللعيبه الاساسيه لاعبهم عشان يعمل مع بعض فرصه ان محمد صلاح ما كانش موجود في ماتش لاعب القوام الاساسي، ان تحسبا ان صلاح ما يبقاش موجود. لكن هو لما بيقول اطمن على الناحيه التكتيكيه ومش الناحيه التكتيكيه، اولا ما فيش انسجام لانه عامل توليفه لاعبين، في واحد بيبقى رقم 3، احنا المدربين بنصنف كده يا كابتن، انت بتصنف لعيبتك من 1 ل 11 اللي هم الاساسيين.
انت انا لسه كنت هسالك انت ده المقصود من كلام حضرتك كابتن ان هو عايز يلعب اللعيبه اللي خلاص مش عايزهم، فبالتالي برضو بنفس فكره مباراه اليونان مثلا. اليونان هو ده فكره، هو مشغول طول الوقت يا كابتن محمد، مشغول طول الوقت انه عايز يثبت وجهه نظره. انت المدرب، انت وجهه نظرك، احنا لازم هنسمع كلامك لان انت المسؤول الاول والاخير عن المنتخب القومي. ولكن في نقطه مهمه عايز اقولها لك، عدم المناقشه معاه مستر كوبر هي اللي بتؤدي كده. يعني كان يجب ان يبقى في نقاش، كان يجب ان يبقى يتناقش مع مين يا كابتن؟ يعني برضه وجهه نظر حضرتك انت موجوده من خلال الاعلام، هو اكيد مطلع، لكن هيتناقش مين؟ لا يتناقش مع مستر كوبر في تشكيل مثلا؟ اكيد ما الجهاز الفني اللي معاه. ما هو انا بتكلم انه المفترض ان الجهاز الفني بخبراته بخبراته الكبيرة المفترض انه يتكلم مع مستر كوبر، انت فاهمني؟ ولكن انا شايف انه مفيش كلام معاه. يعني انا من اول مباراة لما لاعب اللعيبة المجهدة ولاعب اللعيبة المفترض لعب 60 مباراة و70 مباراة وكنا في وقت ما كانش يجب ان هو نبيل معلول مدرب منتخب تونس لاعب اللعيبة اللي هي عايزة تبني للمنتخب بلدها فكسب المنتخب مصر. المواضيع دي لازم ان هو يعرفها مستر كوبر، لازم يعرف ان السيستم اللاعب العربي غير اللاعب اللي كان بيمرنه بره. اللاعب اللي كان بيمرنه بره متسيستم ان انا الاساسي وانا الاحتياطي، ولكن احنا ما عندناش الكلام ده. يعني انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، انت امبارح يا مستر كوبر عايز تعمل توليفه علشان مباراه السعوديه، انا سمعتك تقول لانها اقرب حاجه لمباراه السعوديه. انا عندي مباراه اللي بعديها استعدادا لكولومبيا، كولومبيا وبلجيكا كولومبيا عشان التعداد الاوروغواي، وبعدين روسيا هلعب لها بلجيكا. انا شايف ان تنظيم المباراه غلط. انت المفترض انك انت اخر مباراه تلعبها هو منتخب الكويت على اخر مباراه، المباراه ليك هي 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 السعوديه، قصدي حضرتك كابتن عادل. لا وعشان الثقه كمان وعلشان الثقه، انا هلاعب بلجيكا في اخر مباراه قبل المباراه الاولى في كاس العالم، اجهاد اكبر فرقة قوية ممكن تعمل معاك نتيجة ما تبقاش مرضية، تدخل في حتة احباط، عاوز تشتغل. يعني انا شايف انه كان يجب ان مستر كوبر يعرف ايه سمات اللاعب العربي، يعرف صفات اللاعب العربي. يعني احنا دايما يا كابتن محمد ايام الكابتن الجوهر الله يرحمه كان بيقول لنا كلمتين، كان بيقول لنا احنا بنلعب لعيبة محلية، احنا عايزين نتحول عشان هنلاعب لعيبه محترفه لعيبه دوليه. انت بتتكلم يا مستر كوبر انك عايز تطمن امبارح على التكتيك بتاع المباراه بتاع تكتيكك انت كمنتخب. انا مش شايف انك انت اكتر من 6 لعيبه كانوا في الملعب امبارح يا كابتن فاروق مش هيبقوا اساسيين في الملعب. ما شفتش اي مكاسب امبارح يا كابتن في مباراه الكويت مثلا بالنسبه لوجهه نظر حضرتك؟ مفيش اي مكاسب؟ نعم؟ مفيش اي مكاسب من مباراه امس؟ أنا مش شايف مكاسب من مباراة أمس في طريقة لعب مستر. أنا مش شايف أي مكاسب. ولا لعيبة أنت كنت شايفهم إن هم ليهم شكل اختلف بالنسبة لوجودهم في المنتخب مثلا؟ أيمن أشرف مثلا كابتن مثلا وجوده؟ يعني شوف أنا عايز أقول لك حاجة، أنت لما بتيجي تعمل مباراة ودية بتعمل حاجة تكتيكية أنت عايزها في التكتيك. ما بتبصش للعيبة معينة بشكل خاص يعني. أنا دلوقتي فرصة كبيرة جدا إن أنا كنت امبارح محمد صلاح مش متواجد والنني مش متواجد، هل انا اشوف البدايل لا قدر الله الناس اتعورت او ما كملوش او مش هيبقوا موجوده بنفس السيستم اللعبه، هعمل ايه؟ مين اللي هيلعب مكانه؟ لكن انا شفت لخبطه، انا شفت ان هو ملخبط الدنيا. يعني كريم حافظ يلعب ليه؟ انا مش بتكلم على كريم ككريم بس. طيب انا عايز اقول لك حتى في حراسه المرمى، تعال نتكلم في حراسه المرمى، يعني انت بتتكلم على امور هو اللي شايفها لوحده. يعني هو بيتكلم على انه بيطمن تكتيكيا واللعيبه دي مش هتلعب، التجربه معموله واللعيبه اللي بتخد التجربه 60% من المنتخب من قوام التجربه مش هيتواجد، واحتمال ما يتواجدش كمان من ضمن ال 23 لعيب. تمام. ايه بقى هنا بقى الافاده من التجربه؟
هو يمكن الافاده يا كابتن ان هو زي ما انت بتقول حضرتك كده، ان المباراتين القادمتين في الوديتين بكولومبيا وبلجيكا هيعتمد على الشكل الاساسي، فبالتالي لو ما لعبش المجموعه اللي ممكن تكون احتياطي زي ما احنا بنتكلم او بدائل وعرفهم طريقه لعبه، ممكن اثناء وجودهم ولو احتاجهم تبقى مشكله ليه لو احتاجهم في وقت من الاوقات في الملعب. موافق، ده كلام محترم يا كابتن محمد اللي انت بتقوله ده، ده المظبوط. طيب مين بقى اللي هم هيحتاجهم؟ هيحتاج مين بقى؟ قول لي على الاسماء اللي لعبت امبارح. كوكا هيبدا؟ مش هيبدا ولا هيبقى احتياط. كريم حافظ هيبدا ولا هيبقى احتياط ولا هيبقى احتمال ما يبقاش موجود في ال 23. هو جاب واحد ممكن يلعب يبقى احتياط. طيب مباريات على طريقه بعد المني. طب وانت بتتكلم على اللعيبه كده كابتن، بديل محمد صلاح بقى يعني طبعا بعد اصابه النهارده لازم تفكر بشكل جدي البديل، خصوصا المباراتين القادمتين دول. بص يا كابتن اقول لك حاجه، الناس كلها جت لها هلع على خوفا على محمد صلاح، وانا واحد منهم. والاحساس ده ادهولنا ايه؟ انه منتخبك ما بيعتمدش على محمد صلاح اعتماد كامل في طريقه اللعب والتكتيك. انت بتنقل النقلتين وبتلعبها طويل على محمد صلاح. راجع كل المباريات اللي لعبناها هتلاقي ده تكتيكنا، عمرك رحت او جبت جون من ناحيه الشمال ما حصلش، كله من ناحيه محمد صلاح. الكره تتعمل طويله محمد صلاح ويبقى. انت دلوقتي البديل يبقى سيستم وتكتيك، لانك انت مش هتعوض قيمه محمد صلاح لا قدر الله انه مش هيلعب. محمد صلاح قيمه كبيره، ما فيش لعيب في الوقت الحالي بالمنتخب مصر يعوضه. معلش يا كابتن، تقدر تعوضه. انا في حته السيستم ده خلاص، انت ما اعتقدش ان انت ممكن تقدر تغير سيستم في نص شهر. السيستم يا كابتن محمد يعني. انا مش بتكلم او طريقه لعب. طريقه لعب يا كابتن نزهتك. لا ما هو بص انا عايز اقول لك حاجه، هو كوبر بيلعب 4-2-3-1 شكلا. عبد الله السعيد هو اللي بيبقى قدام الاثنين، اوكي؟ تمام. انت لما محمد صلاح بيبقى متواجد بياخد ناحيه اليمين، واحيانا بيلعب بيدخل راس حرب. حصل عمليه تغيير صحيح في المراكز ساعتها. انت دلوقتي لما تيجي هتعمل هتحط فرد مكان محمد صلاح بنفس تكتيكك، هل التكتيك ده هيناسب اوروجواي؟ كابتن محمد انت رايح، ما فيش حاجه اسمها فرقه كوره بتلعب بطريقه واحده. لان انت رايح يا كابتن محمد هتلاعب النهارده اول مباراه هتلاعب اوروجواي مدرسة صحيح صحيح. بتلعب الكوره الباص القصير، عندها سرعات في نص الملعب، عندها من العمق، عندها الباص والتحرك والدبل باص. هتخرج بعد 5 ايام يا كابتن هتلاعب المدرسه الروسيه، القوه والطف واللعب الطويل والقوه البدنيه والحاجات دي. انت لازم تتابع الفرقه، كل فرقه ليها تكتيكها ولازم تلعب بتكتيكها. انت مش بتغير سيستم ولكن بتغير افراد ثلاثي المنتخب اللي هتلعبه وطريقه لعبه. من المدرسه القويه الروسيه هتروح على المدرسه الخليجيه، دي قريبه مننا ولعيبه زينا، فممكن ما تشغلش بيها قوي، ما تشغلش نفسك بيها. لكن اللي انا بشغل نفسي هخرج من امريكا اللاتينيه، الباص والتحرك والتركيز والسبيد تيرن وانك انت بتعمل الدبل باس، وانك انت بتعمل الدياجونال ران، واللي بتعمل يعني حاجات في كره القدم كتير قوي. بعديها ب4 ايام بس هتروح لمدرسه اخرى مختلفه تماما، القوه واللعب على السيرز باكين والتحضير والنزول الكره لتحت والشوط وحته القوه وحته الالتحامات والكور الثابته. فكل الحاجات دي يا كابتن محمد، كل مباراه ليها تكتيكها وليها ناسها وليها. انا معاك يا كابتن. لا طبعا انت مش رايح بقى ده انت رايح بطوله كاس عالم ما فيهاش تهريج، هتلاقي منتخبات في ثانيه بتغير شكل ادائها عشان توصل لحاجه معينه، شافت ثغرات موجوده عندك فتبتدي تشتغل عليها. لا طبعا، فانت بالتالي اعتمادك على لاعب او اتنين ده شيء يعني ممكن ما يكونش في يعني في كره القدم او امام الفرق المحترفه او امام الفرق اللي خلاص بقى انت بتتكلم في ليفل تاني خالص يا كابتن. كلامك يا كابتن محمد، وافكرك بنقطه مهمه جدا. فاكر مباراه اوروجواي البرتغال؟ انا يمكن كنت قبليها في برنامج مع كابتن شوبير وكنا بنتكلم، بقول له
الاخطاء التكتيكيه في كاس عالم وفي الفرق الكبيره العقاب بيبقى سريع. انت وانت بتلعب يا مستر كوبر في بطوله افريقيا او بتلعب في مجموعه مصر في كاس العالم، لما كنا بنخطا تكتيكيا اللعيبه اللي قدامك ما كانتش بتعطل بسرعه لانها ما عندهاش قدرات عاليه. ماتش البرتغال احنا اخطا في الفتره اللي احنا محتاجين نلعب فيها الهجمه المرتده، اللي كنا كسبانين 1-0 والبرتغال هيضغطنا وهنلعب على الهجمه المرتده وعلى محمد صلاح. شال محمد صلاح، فاكر؟ شال محمد صلاح وشال الوضع اختلف. الوضع اختلف. انت ايه اتعاقبت في ثانيتين من كريستيانو. صحيح صحيح. هي كده دي كره القدم، انت رايح مستوى الخطا التكتيكي او الخطا في الوقفه او الخطا في التحرك، اللعيبه هتعاقبك لانها لعيبه عالميه، لعيبه قويه جدا. يعني اول مباراه اللاعب سواريز مع اللاعب كافاني من انصاف الفرص بيعرفوا يجيبوا جول، يبقى يجب انك انت السيف سايد، انك بتلعب في الحته الدفاعيه مأمن تماما، كل لعيب يبقى ليه سبورت لعيب تاني عشان سرعات اللعيبه دي، الحته العرضيه لازم يبقى التغطيه العكسيه تبقى موجوده، كل الحاجات زي الجون اللي دخل فينا امبارح في الكويت. اتعملت فهد الانصاري راح حطها بشمال عشان ما فيش تغطيه عكسيه. كل الحاجات دي يا كابتن محمد، انت في كاس العالم يجب انك انت تكون باطل لها قوي. صحيح يا كابتن. السيستم بتاع لعيبتك كله انت بتعمل طريقه حراميه طول الوقت، لازم يبقى واحد ورا واحد علشان التغطيه العكسيه، ولازم طول الوقت انت بتعمل جبهه يمين وجبهه شمال عشان تجابه اللعيبه العالميه دي، تدرس اللعيبه قوي. انا شايف من وجهه نظري احنا اعتمدنا في كل مبارياتنا وراجع المباريات كلها على قدرات محمد صلاح فقط. وهات مباريات كاس العالم تصفيات، وهات المباريات كلها هتلاقي انك انت طريقه لعبك كله اعتمادا على الله ثم على قدرات محمد صلاح. صحيح. الفرديه واجوانك كلها جت من حته فرديه. يمكن اخر المباراه اللي احنا كسبنا ورحنا بيها كاس العالم غلطه باك عاملين سبورت ورا صلاح، لكن عملها بدماغه، سرعات صلاح شالها من فوق الجون، والبنالتي بتاع تريزيجيه اللي شاطه محمد صلاح. فانا بكلمك على اني انا يجب الفتره اللي جايه لمستر كوبر المباراتين الجايين محمد صلاح مؤكد انه ما يجازفش بيه ولعبه. محمد صلاح مش محتاج الحته بتاعت انه ياخد احساس الملعب والحاجات دي، ده محمد صلاح لعيب كتير ومن اعظم لعيبه العالم. كابتن عادل انا بشكرك يا كابتن والله يعني على توضيحك للحته دي يعني الاجزاء المهمه دي، لان احنا كجمهور هو شايف ان انت مش لازم تعتمد على لعيب واحد ولازم يبقى عندك اختلاف. هو ده الكلام اللي ممكن احنا بقالنا فتره بنقول عليه، وتجربه الكويت مبينت والتجارب اللي جايه كمان، خصوصا بعد اصابه صلاح النهارده اللي احنا من خلال وجود حضرتك معانا عاجل على الشاشه دلوقتي الاشعه بتثبت ان صلاح مصاب بجزع في مفصل الكتف، وان شاء الله دي تقريبا طبعا كانت تعرف حته الكتف دي بتاخد من اسبوعين لثلاثه، او الجزع بياخد من اسبوعين لثلاثة، يرجع لنا ان شاء الله بألف سلامة. انا بشكرك كابتن عادل طبعا، يعني مكالمة يعني كانت مهمة جدا من كابتن مصر كابتن عادل عبد الرحمن، واحد من اللي شاركوا في كاس عالم 90 كابتن عادل عبد الرحمن طبعا واحد من نجومنا ونجوم النادي الاهلي. خلينا اقول لكم يمكن ان شاء الله المباراة كولومبيا هتكون يوم الجمعة لمنتخبنا، وان شاء الله بعد كده مباراة بلجيكا دي الاخيرة، المباراة الاخيرة قبل السفر ان شاء الله لروسيا ومشاركتنا ان شاء الله في روسيا 2018. حلم كان موجود، الحلم الاكبر ان احنا ان شاء الله اداء يبقى مميز، ان شاء الله نعدي الدور الاول، ويبقى ده انت بتعمل حاجة جديدة للكرة المصرية، انك كطموح بتعدي مرحلة الدور الاول اللي انت ممكن تكون اخفقت فيه في كاس العالم. انت 90 انت بقالك فترة طويلة جدا ما وصلتش لكاس العالم عشان تكسر رقم او تكسر حاجة كانت موجودة، هو خروجك من الدور الاول في كاس العالم 90. ان شاء الله من خلال الجيل الحالي نعدي هذه المرحلة. خلينا واحنا كنا دخلنا طبعا يمكن مكالمه كانت مهمه كابتن عادل كابتن يعني كابتن مصر، وايضا اتكلمنا على دوري ابطال اوروبا وفوز ريال مدريد. خليني اقول لكم اخبار بس النادي الاهلي سريعا لان وقتنا بينفذ مننا. حكم اداري او حكم القضاء الاداري ليس له علاقه بانتخابات النادي الاهلي، ده يمكن المحامي الاستاذ محمد فتحي محامي النادي الاهلي قال ان الحكم الذي صدر من المحكمه الاداريه العليا اليوم السبت برئاسه المستشار احمد ابو العز رئيس مجلس الدوله لا يخص
انتخابات النادي الاهلي اللي اجريت في 30 نوفمبر هذه السنه، وانما يخص ادراج اسماء اعضاء فرع نادي الشيخ زايد في كشوف الجمعيه العموميه التي كان مقرر لها يوم الخميس والجمعه 16-17 مارس في هذه السنه او مارس السابق. اوضح ان حساسيات الحكم الصادر اليوم قد اكدت ان صدور قانون الرياضه الجديد ولائحه النظام الاساسي للانديه هو السبب في زوال المصلحه في الطعن المقدم من النادي، خاصه وان قانون واللائحه قد نظم حقوق وواجبات اعضاء الجمعيات العموميه بالانديه الرياضيه بموجب احكام وقواعد جديده تم بمقتضاها انعقاد الجمعيه العموميه للنادي الاهلي بتاريخ 30 نوفمبر لاختيار مجلس اداره. يصبح احكام قانون الرياضه السابق ولوائح النظام الاساسي الصادره منه قد الغيت ولا اثر لها، او اوضح انه لا يمكن الطعن على لوائح قانون تم الغائها بالفعل وزال اثرها بعد صدور القانون الجديد للرياضه. ومن ثم اصبح الحكم الصادر في الدعوه رقم 30817 لسنة 71 قاف لصالح أعضاء فرع الشيخ زايد في جلسة 15 مارس 2017 قد انتهى أي أثر قانوني لهذا الحكم. ده يمكن ده بخصوص توضيح حكم القضاء الإداري لليوم بخصوص هذه القضية. ويذكر أن مجلس الإدارة السابق قد أعلن عن انعقاد الجمعية العمومية يوم الخميس والجمعة الموافقين 16 و17 مارس 2017 لمناقشة الميزانية، وذلك دون إدراج أسماء أعضاء فرع الشيخ زايد. ده بالنسبة لجزئية مهمة جدا كان بالحكم القضاء الإداري لليوم ليس له علاقة بانتخابات النادي الأهلي. طبعا ما زلنا في أخبار النادي الأهلي. الأهلي يجهز مكافآت الفوز بالدوري اللي صرفها على اللاعبين. عارفين أن النادي الأهلي طبعا بعد الفوز ببطولة رقم 40 في تاريخه في هذه البطولة النجمة رقم 40، طبعا في هتبقى احتفالية خاصة بحصول النادي الأهلي على هذه البطولة، وإن شاء الله تبقى احتفالية تليق باسم بطل الدوري وأكثر الأندية حصولا، الأندية المصرية طبعا حصولا على هذا اللقب. وأكيد جزئية المكافآت وللاعبين هيتم صرفها إن شاء الله في القريب العاجل. وإحنا بنتكلم على رمضان وجماله طبعا والدورات الرمضانية والجزء الكبير زي ما بقول لكم كده، إحنا شايفين على الشاشة جميع أهداف النادي الأهلي في هذا الموسم، موسم 2017-2018 وحصوله على النجمة الرابعة حاجة جميلة إن شاء الله. يعني على مدار السنين اللي جايه النادي الاهلي طبعا الدوري دي بقت خلاص بشكل كبير احنا متميزين فيها، منتظرين ان شاء الله العوده بقوه في بطوله افريقيا من المباريات القادمه يا رب ان شاء الله. خلينا بس اروح اقول ان واحنا في رمضان والايام الجميله دي دورات الرمضانيه دايما بتبقى موجودة. النادي الأهلي السنة دي عامل من خلال عائلة الأهلي أو برنامج عائلة الأهلي دورة رمضانية تحت اسم عائلة الأهلي. ويمكن شباب النادي الأهلي وشباب أعضاء النادي الأهلي هم مسؤولين عن هذه الدورة، ودي حاجة جميلة جدا إن احنا أو أبدأنا اللي موجودين وشبابنا اللي موجودين داخل جدران النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي عاملين دورة بيجتهدوا فيها عشان يبينوا ان هم الانشطه اللي بيعملوها او الافكار اللي عندهم يقدروا ينفذوها من خلال دوره هذا العام ان شاء الله تبقى موجوده. ودي يعتبر اول مره ابناء النادي الاهلي الاعضاء يبتدوا يعملوا هذا النشاط بشكل كبير ان شاء الله. نتمنى لهم كل التوفيق وتبقى موجوده من سنه لسنه. يمكن زي ما قلت لكم كده يمكن دي اخبارنا عن النادي الاهلي. اكيد واحنا بننهي حلقتنا لازم أذكر حضراتكم بمحمد صلاح لأن ده الأهم بالنسبة لنا في الفترة القادمة. محمد صلاح الأشعة أثبتت أنه هو عنده جزع في الكتف الخاص ب طبعا إن شاء الله يعني بالرجوع بالسلامة إن شاء الله، جزع في الكتف الشمال لمحمد صلاح إن شاء الله 3 أسابيع، من أسبوعين لثلاث أسابيع يبقى متواجد في الملاعب. وزي ما أنتم عارفين أو زي ما احنا كنا بنتكلم مع دكتور طارق أن جزئية الكتف أو إصابة الكتف دي ممكن تكون موجودة ويقدر يعلق ايديه، لكن ممكن يقدر يمارس الجري، يقدر يمارس الجزء البدني من خلال تدريبات معينة. يعني الحتة البدنية عند صلاح هتكون ان شاء الله موجودة، هيقدر يمارس جري، يمارس الجيم، يمارس حاجات كتير جدا ان شاء الله لحين عودته ان شاء الله لمنتخبنا الوطني اللي موجود حاليا في ايطاليا لاخر تجربتين ليه او ملاقات الفريق الكولومبي والفريق البلجيكي قبل السفر ان شاء الله لروسيا
2018. بشكركم شكرا جزيلا. يعني دي كانت ساعة خاصة بأخبار النادي الأهلي وأخبار الرياضة المصرية في الوقت الحالي، والحدث اللي كان موجود بالنسبة لنا هو دوري أبطال أوروبا واللي فاز بيه ريال مدريد أمام ليفربول 3-1، هدف لكريم بنزيما وهدفين لجارس بيل. كنا نتمنى ان صلاح يحصل على هذه البطوله، لكن طبعا قدر الله ما شاء فعلا ويرجع لنا بألف سلامه. بشكركم شكرا جزيلا ورمضان كريم، تصبحوا على خير.